السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام. رؤية الشنطة في المنام تدل على حفظ الأسرار والمتاع عموما، ومن رأى حقيبة اليد في الحلم فهذا يدل على سر مخفي، فيما رؤية الشنطة الجديدة في المنام فيدل على الحصول على عمل جديد، ومن رأى أنه يحمل حقيبة جديدة في الحلم فهذا يدل على تحمل مهام إضافية، فيما رؤية الحقيبة القديمة في المنام فيدل على ظهور أسرار قديمة، ومن رأى أنه يحملها في يده في الحلم فهذا يدل على استعادة علاقة سابقة، فيما رؤية الحقائب الملونة في المنام تدل على قضاء الحوائج ويختلف التفسير باختلاف لون الحقيبة، من رأى أنه يحمل حقيبة سوداء في الحلم فهذا يدل على المتاعب والأعباء العديدة، أما شنطة الصغر السوداء في المنام فتدل على التغييرات العديدة وعدم الاستقرار في حياة الرائي، فيما غسل الشنطة في المنام فهو دليل على التخلص من الفضيحة، ومن رأى أنه يغسلها في الحلم فهذا يدل على التخلص من الخبث والحقد، فيما رؤية ضياع الشنطة في المنام دليل على الأخبار السيئة، ومن رأى أنه أضعها في الحلم فهذا يدل على خيبة الأمل القادمة في حياته، فيما رؤية سرقة الشنطة في المنام دليل على تلصص الآخرين على أسرار الرائي، ورؤية سرقة الشنطة والجوال في المنام دليل على التعرض للفضائح والقيل والقال، أما رؤية هدية الشنطة في المنام فدليل على الرزق يناله الرائي في حياته المستقبلية، فيما رؤية الشنطة في المنام للرجل فدليل على الأعمال والأرزاق، وإذا رأى الرجل أنه يحملها في يده وكانت قديمة فهي دلالة على عودة علاقات قديمة، ورؤية حمل الشنطة الجديدة في المنام للرجل فتدل على البداية بأعمال جديدة، فيما رؤية الشنطة في المنام أو في الحلم للعزباء فهو دليل على الأصدقاء الذين يحفظون سرها، أما رؤية الشنطة في المنام للمتزوجة فدليل على العلاقات القديمة الاجتماعية، والشنطة السوداء في المنام للمتزوجة تدل على الهموم والغموم في حياتها، والله أعلم. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية تفسير اليوم، إلى اللقاء في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام.